ايش ايش ماكو ماكو موظفين هنا بالعراق شباب وين موظفين عمي احنا يشني على احنا يشني لا من محافظ لا من اعضاء البرلمان اللي مثلون الشماوه لا المسؤولين بالشماوه احنا نطلب من الله والسيد السيساني ومن مقتدى الشدر يصلح الاصلاح ومن قيس الخزعلي ومن هادي العامري وجميع الاحزاب الشيعيه هسه يقولون انتم صوت الشيعيه حكومتكم الشيعيه نناشدهم يعني الشماوه الثروه الحيوانيه موتوها المزارع موتوها ايش نعيش رواتب لا عدله ناس اضعاف كل شيء ما نعرف الحلال مات وبعناه 50 ألف النعجه ماتت والزرع موتوه حصه مائيه يقولون حصه مائيه ماكو الحصه المائيه موجوده احنا عندنا مزارع نقول لك اطلع وشوف الحصه اكو مايه ماكو ماي يقول ماكو ماي وجايبين لنا مدير من بغداد عمي كل شيء ما يعرف احنا نخبى من فلاليح السماوه اتجهنا لمجلس ديوان النواب بالسماوه ورحنا نتفاوض وياهم ونطرح مشكلتنا عندهم واعتدى علينا النائب فالح ساري قال طلعوا برا واحنا من قال لنا هاي اهانه للفلاليح وبنحكيهم كلهم متجمعين واحنا جايين نحل انت تحل مشكلتنا انت سوي لنا مشكله نقول لك كل انسان بالعراق يحافظ على الوحده العراقيه وعلى القانون العراقي وعلى الزراعه وعلى تطوير البلد نقول له كرامتنا كرامتنا بارضنا ومايدا الجوفي والسطحي السطحي ما قاعدين يجيبونه الجوفي نريد نعيش به ما عندنا نموت بمكاننا لا نحترم قرار وزير الموارد المائيه ولا نحترم قرار وزير الزراعه وهو متغنى ومتونس ما له فضل هو ما له فضل علينا ويبنون مولات ومدارس استثمار لدول العالم واحنا لا مدارس لا شارع المحافظ شخصيا هي امر من رئيس الوزراء كسرى المحافظ وانا مسؤول هذا الكلام ونقول يا ناس يا عالم يا اللي توصلون صوتنا خلونا راشدين هذا البلد استغاثه هذا اليوم اليوم بس كله ربع يقول قايلينهم كلهم قايلينهم